بتاريخ اليوم 12 مارس 2019 ولغاية هذا التاريخ، وفي تحية لعدد المتضررين من التلاميذ بالمدرسة الابتدائية بصفاقس الذين تعرضوا للاعتداء بفعل فاحشة والتحرش الجنسي، فإن الأبحاث حالياً ما زالت التحريات والسماعات المتعهد بها من السيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس نين وبالتنسيق مع السيد مندوب حماية الطفولة بصفاقس، كشف عن تعرض مبدئياً لعدد 20 تلميذ لاعتداءات جنسية، منهم 17 من الإناث وثلاثة من الذكور، كما أن هناك معطيات أولية تفيد حصول اعتداء جنسي بالمفاحشة بصفة مباشرة ومادية، وكذلك اغتصاب جنسي لأطفال. وبما يوفر في جانبه جريمة اغتصاب طفل أو طفلة سنه دون 16 عام كاملا ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذه، طبق الفصل 227 مجلة الجزائية. طبعا هذا الفصل في تنقيح جديد يقرر عقوبة السجن بقية العمر، وهذا العدد هو طبعا قابل الارتفاع، نتمنى أن يكون العدد مستقر نهائي، لكن قابل الارتفاع على ضوء السماعات التي بشر فيها الفرق الأمنية والسيد حاكم التحقيق والسيد مندوب حماية الطفولة. أي هو المعلم هذا يعطي دروس تدارك في منزل خاص نتاعه، والعملية الواقعة هذه والأفعال هذه ارتكبت ضد الأطفال هذوما، ضد التلاميذ هذوما في منزل نتاعه الخاص، كما ارتكبت أيضا أفعال داخل حرم المدرسة أيضا بالقسم اللي درس فيها وبأحد الأقسام. إذن فالمكان هو من المنزل نتاعه بالمنزل نتاعه وبالمدرسة أيضا. أي هو التلاميذ هذوما كانوا درسوا عنده في السنة الفارطة في قسم، ثم انتقلوا للقسم اللي بعده ويدرسهم هو نفسه في نفس القسم اللي حاليا يباشروا فيه الدراسة، وبالتالي فما أفعال ارتكبت في السنة الماضية وأفعال ارتكبت حديثا، ولكنها متواصلة ومزامنة وتقريبا شملت معناها مجموعة الأطفال هذوما.